أزمة جديدة. الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة قرر حظر ارتداء النقاب على الممرضات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والقائمات على رعاية المرضى بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة وأولها القصر العيني والوحدات العلاجية التابعة لها. معنا يعني طبعا يعني قبل ما نشوف التليفون حضراتكم هتفتكروا انه دي مش الازمه الاولى، دي الازمه الثانيه. الازمه الاولى كان من عده شهور لما دكتور جابر جاد نصار عمل قرار انه ممنوع اللي بيدرسوا جوه جامعه القاهره يلبسوا النقاب، وفي هذا الوقت يعني ثار جدل كبير وحدثت ازمه كبيره ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. واليوم أزمة جديدة، هذه الأزمة يعني هي مش أزمة صغيرة، لأنه إحنا لو نعرف عدد الممرضات في المستشفيات المتنقبات عدد كبير جدا. طيب إيه اللي هيحصل معاهم؟ وإيه اللي هيحصل لو هم أصروا أنهم يروحوا بالنقاب؟ هل هنشيلهم مثلا ولا هنعمل معاهم إيه؟ طيب هل ده مثلا ممكن القرار يكون للوضع الأمني والظروف الأمنية اللي بنعيشها؟ يعني مثلا في القرار اللي فات لما استضفنا دكتور جابر جاد نصار وسألناه في الموضوع، قال مش ممكن مدرسة تكون بتعلم وتبقى لابسة النقاب. طيب فين التواصل مع الطالب؟ طيب هنا هل يعني ده بالمثل انه الممرضة تحتاج لتواصل مع من تقوم بتمريضه، الممرضة تحتاج لتواصل مع المريض؟ طب السؤال لو المستشفيات الاخرى خدت بنفس القرار وقررت تنفيذ القرار، احنا عندنا نسبة كبيرة جدا من الممرضات في مصر متنقبات. طيب معنا على التليفون دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، اهلا بحضرتك معنا في مساء القاهرة. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا فندم. دكتور جابر، يعني ازمه جديده بقرار جديد لحضرتك، لماذا هذا القرار الان؟ لا يعني مع احترامي وتقديري ما فيش ازمه ولا حاجه، مع احترامي وتقديري هذا القرار لمصلحه العمل. اولا النهارده نحن لابد ان نواجه المشكلات التي نعيش فيها. اولا النهارده وجود النقاب في المستشفيات في الحقيقه عامل مشاكل لا حصر لها. اقربها سرقه ما يقرب من 4 أطفال حديث الولاده من امهاتهن داخل المستشفى، والكاميرات سجلت ان السارقات منتقبات والى الان ومنذ اكثر من سنه حصلت سرقات من ممرضات متنقبات. طبعا النهارده من حقوق المرضى ان يشوف مين اللي بيعالجه، مين اللي بيديله الدواء، مين اللي بيديله الحقنه. النهارده اذا جت ممرضه او دكتور او دكتوره او فنيه وجت عملت له علاج خاطئ يقدر يحددها ازاي؟ يعني النهارده يقدر يحددها ازاي؟ ولذلك النهارده القرار اولا هو يطبق على اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه ومن في حكمهم وعلى الطبيبات الامتياز وعلى الممرضات وعلى الفنيين اللي هي فن الاشعه، فن التحاليل. النهارده لابد ان توضع كل الامور في نصابها الصحيح. المساله النهارده لابد ان نواجه مشكلتنا ونصحح المنظومه، ولدينا الشجاعة أن نصحح هذه المنظومة ونتخذ فيها القرارات التي تحتاجها. إنما النهاردة يعني النهاردة كيف نواجه حالة زي ما بقول لك كده، سيدة أتت لكي تضع حملها في مستشفى جامعة القاهرة ثم تدخل فتاة منتقبة وتحمل الطفل وتخرج به والكاميرات تحدد ذلك، ومنذ عام لم نستطع أن نحدد هوية هذه السارقة ولا النيابة، والقضايا ما زالت مفتوحة أمام القضاء أمام النيابة في التحقيق وبيحفظ. النهاردة من حق المريض عندما يكون على فراش المرض أن الذي يعالجه سواء طبيب أو ممرض أو فني تحاليل أو أشعة أو خلافه أن تتضح ملامحه، على أساس النهارده لما يجي يديله دواء غلط يديله حقنة غلط
هيقول مين اللي اداني؟ نقدر نحاسب ازاي؟ اذا هذا القرار جاء من دكتور جابر جاد نصار من اجل مصلحه العمل ونتيجه لبعض السرقات من قبل بعض الممرضات من التي كنا يرتدين النقاب. لا هم بعد اذنك، بعد اذنك، بعض الفتيات مش ممرضات. يعني انا بس مش عايز اقول ان الذي سرق هن ممرضات. نعم. ابدا لم يثبت ذلك. هي فتاة متنقبة مش عارفين هي مين. هن منتقبات. ما اقدرش، مش شايف انا ورا النقاب ده ايه بالظبط راجل. طب انا عندي النهارده انا في مستشفيات القصر العيني بيجي لي مرضى من جميع انحاء العالم، من جميع انحاء مصر. لما يجي لي واحد من الصعيد وعليه طار ويجي يخش واحد لابس نقاب ويموته جوه المستشفى، من المسؤول عن ذلك؟ طيب يعني النهارده لابد من وضع الامور في نصابها، ومش هنقعد نقول كل قرار يصلح المنظومه هنيجي نقعد نقول ليه بناخده دلوقتي وليش معنا ما خدناش من زمان وليه. نعم. لا عندما يتيقن لنا ان ذلك لصالح العمل ولصالح المرضى ولصالح المستشفيات ولصالح العمليه التعليميه بناخده، ويسال غيرنا لماذا لم يتخذ ما نتخذ. طيب انا عاوزه حضرتك تخليك معانا، وهسال نقيب التمريض دكتوره كوثر محمود ازاي بتتعاملوا مع هذا القرار لدكتور جابر جاد نصار. انا عايزه اقول لحضرتك ان القرار سليم 100%، وان طالما ساري على الفريق الصحي كله ما فيش اي مشكله، ما فيش تمييز فئه عن اخرى. دكتور جابر عنده حق ان هو قائع مش بس في القصر العيني، حصلت قبل كده في مستشفى بولاء ام المصريين ان في فعلا ناس دخلوا وكانوا بيسرقوا اطفال. هي القصه كلها ان من حق فعلا متلقي الخدمه يتعرف على مقدم الخدمه. التمريض ما فيهوش مشكله ان شاء الله، لان التمريض كده كده ليه يونيفورم، وفي حاجه اسمها دريس كود، في يونيفورم معين بيلبسه، والمنتقبات بيبقوا خارج العمل وداخل العمل بيلبسوا الماسك كبديل للنقاب. طب دكتوره كوثر، لو في ممرضه اصرت على انها ترتدي النقاب هتعملوا ايه معاها؟ لا هو ده النظام هيمشي على الكل حضرتك، طالما في الصالح العام ولازم نشرح لهم ان ده لمصلحه المريض ولمصلحتهم حتى ليهم هم حضرتك. احنا في حاجه اسمها انفكشن كنترول او تحكم في العدوى داخل المؤسسات الصحيه، لازم المفترض ان لينا يعني شكل معين في اللبس بتاعنا. طب يعني حضرتك شايفه انه الكمامه تغني عن النقاب داخل المستشفى؟ تغني، وتطالبي الممرضات اللي هم اللي لابسين النقاب بخلع النقاب وارتداء الكمامه. ده حل، وهم وفي مجموعه كبيره جدا على فكره في مستشفيات اخرى يعني نفذوا هذا الموضوع وما كانش في اي مشكله. لكن هو بس الموضوع محتاج شويه توعيه، محتاج ان احنا نتواصل مع الناس بطريقه ما يبقاش ما يحسوش ان ده اضحاك ولازم لا يعني بوجهه النظر اللي شافها دكتور جابر نصار هيقتنعوا ان شاء الله. طيب خلي حضرتك معايا دكتوره كوثر، معانا دكتور احمد مهران محامي المنتقبات. اهلا بحضرتك يا دكتور احمد. اهلا وسهلا بك. قرار جديد من دكتور جابر جاد نصار، لماذا تعترضون على هذا القرار؟ يعني خليني اقول لك بدايه، ان كان من حق رئيس جامعه القاهره له كامل الحق في ان يصدر القرارات التي يرى فيها من وجهه نظره انها تتفق مع الصالح العام وانها تاتي في اطار احترام الدستور والقانون، الا اننا ايضا لنا الحق في ان نعترض او نطعن او نخالف هذه الاراء وان نعارضها اذا ما كنا نرى ان لدينا سند قانوني او دستوري يؤدي الى ان هذا القرار تشوبه شبهه عدم دستوريه او شبهه مخالفه قانونيه او حتى مخالفه. وهل هذا القرار في مخالفه دستوريه؟ ده في مخالفات كثيره، مخالفه دستوريه بس في سبع قبل كده، وفي قرار طلعه في نفس الشان ورجعته لمحكمه القضاء الاداري وحكمت لصالح الدكتور جابر جاد نصار. خليني اقول لحضرتك، الموضوع مش مرتبط باشخاص، الموضوع مرتبط بقرار ومنظومه اداريه ومحاوله من رئيس الجامعه ان هو يحاول انه يعني يؤدي الى تحقيق المصلحه العامه، له كل الشكر في ذلك. لكن ربما القرار، انا بتحدث عن القرار لا اتحدث عن اشخاص، اتحدث عن قرار يشوب شبهه انا ارى من وجهه نظري انها فيها مخالفات متعدده. خليني اقول لك دلاله او اماره واضحه تؤكد صحه كلامي. من اربع شهور بالضبط او من خمس شهور ربما صدر قرار من مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ بمنع البنات المنتقبات الممرضات من ارتداء النقاب داخل المستشفيات، وقالت مديرية الشؤون الصحية أن النقاب يحول دون عملية التواصل بين الممرض والممرضة، والذي يحتاج أن يعرف من هي التي تقدم له الخدمة الطبية كما تقول السيدة دكتورة كوثر نقيبة التمريض وكما يقول السيد رئيس الجامعة. ثم
عم على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ والتي أتت بحكما تاريخيا قالت فيه أن النقاب حرية شخصية وأن ارتداء النقاب يأتي متفقا مع أحكام القانون والدستور ومبدأ الحرية الشخصية، عشان المخالفة الدستورية هي مبدأ الحرية الشخصية في أن يرتدي كل شخص ما يشاء، وأن الزي الذي يجوز يحظر منعه أو يجوز الاعتراض عليه متى كان هذا الزي مخالفا للأداب العامة أو النظام العام، والنقاب ليس كذلك. يا دكتور أحمد، طب لما يكون عندك وقائع مصورة أنه في فتيات متنقبات خطفوا أطفال، هرد عليك، اديني فرصة وانا هرد عليك. اتفضل حضرتك. محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ أصدرت حكم وقالت أن العلاقة بين الممرضة والمريض ليست علاقة معنوية تحتاج منه أن يرى وشها، وإنما هي علاقة مادية محسوسة من خلال أن تستجيب الممرضة وأن تكون في خدمة المريض وتأدية الواجب التمريضي وقت ما شاء. وبناء عليه أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بإلغاء، حكما بإلغاء قرار وزارة الصحة بمنع الممرضات المنتقبات من ارتداء النقاب داخل المستشفى. عايز أقول لك ترضى على هذه الجزئية، طب خلاص هي البنت هتبقى لابسة، هي محجبة ولبست النقاب، قلعت النقاب ولبست ماسك، بقى إيه الفرق؟ برضو مش باين منها حاجة، مش باين برضو غير عينيها بس لما لبست ماسك، ما هي لو قلعت النقاب وبعض الممرضات. لا بس هو الماسك بيتلبس في موقف معين، مش في وقت، في موقف تحتاجه ظروف العمل فقط، عملية يعني، لكن مش 24 ساعة يعني. النقاب طبعا بيبقى طول الوقت لابساه في المستشفى. البطل عمل مع هذا القرار في بعض المؤسسات الخاصة، قالوا برضو مش عايزين النقاب، والبنات اللي بيعملوا هي محجبة وقافلة من كل حتة ولبست ماسك طول الوقت أثناء وجودها في العمل، يعني طيب. كأنها برضو لابسة النقاب. طيب. احنا هنا يعني خلينا اوضح معاكي صورة مهمة بس، واضح ان يعني احنا لم يعد في جامعة القاهرة وفي مصر مشكلات الا النقاب. دكتور أحمد، خلي حضرتك معايا أرجع لدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة. يعني دكتور جابر، حضرتك سمعت معانا ما قاله دكتور أحمد مهران محامي الممرضات المنتقبات، بيقول أنه يعني ألم يعد في جامعة القاهرة مشاكل غير نقاب، وبيقول كمان أنه الماسك هو نفسه نفس النقاب. لا، اولا الماسك الطبي ده ماسك طبي متعارف عليه في كل العالم، ولا ينقل العدوى مثلا داخل غرف العمليات ولا داخل العنايه المركزه، بخلاف النقاب. ايضا الماسك يمكن تغييره كل شويه، وده لا، ليس هناك اي مشكله في ارتدائه في اي مكان في المستشفى، سواء بالنسبه للنساء او للرجال، وهو مانع للعدوى. إنما النقاب لا يمكن تغييره، يعني لا يمكن تغييره على مدار الساعة، ولذلك لا يصح من الناحية الطبية الدخول به إلى غرف العمليات ولا إجراء العمليات الجراحية به. الأمر الآخر أن الماسك الطبي ليس كالنقاب يحجب كل الوجه، وإنما ويتعذر معه معرفة الهوية، لأن زي ما قلت لك إنه فيه قضايا موجودة تمت سرقة فيها أطفال من مستشفى النساء بالقصر العيني، ومتداولة أمام النيابة العامة، وللأسف الشديد بتحفظ لعدم معرفة الفاعل، لأن الكاميرات ما بتقدرش أو بتبين، لأن الفتيات التي سرقنا هؤلاء المواليد للأسف الشديد لم تتبين ملامحهن. احنا مش هنخش في نقاش ولا سفسطة قانونية، الجامعة هي التي تقدر ما تتخذه من قرارات وفقا لما حدده القانون لها من اختصاصات لصالح العملية التعليمية والسريان العمل بها، وليس يجوز لأحد أن يؤاخذها في ذلك. الأمر الآخر، لن ندخل أيضا في سفسطة قانونية حول صحة أو عدم صحة هذا القرار، على من يرى أن هذا القرار غير صحيح أن يذهب إلى المحاكم وأبواب المحاكم مشرعة. نحن نستطيع أن ندافع عن قراراتنا. طب لو المحكمة أيدت أن هم أحرار وأنهم يلبسوا النقاب. يا فندم، أنا دلوقتي إذا إحنا بنقول نحن اتخذنا القرار، وعلى من يرى أنه غير صحيح أن يذهب إلى القضاء، حين يقضي القضاء بصحة هذا القرار
كما حدث في القرار السابق فالحكم عنوان الحقيقة. حضرتك أستاذ القانون، حضرتك متأكد أن يعني أن قرارك سليم قانونيا وأنك تستند على حكم سابق؟ أفكرك بعد إذنك لما جينا نتناقش يوم القرار الأولاني وقلت لك إن أنا شديد التأكد والحرص من صحة هذا القرار. نعم أتذكر ذلك. وأسبابه، وقد أبانت الأيام ذلك. حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بخصوص قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع الأستاذات منتقبات من التدريس هو عنوان الحقيقة، إلى أن يعدل أو يلغى. خلاف ذلك لا يستطيع أحد أن يتحدث بأي حديث. القرار الجديد يعني مكانه هو المستشفيات. نحن نؤمن أن المريض له حق في رؤية من يعالجه، وحتى إذا ما أخطأ في علاجه استطاع أن يقول. أولا أنت لا 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 تتصوري الآن أو يجب أن تتصوري والسادة المستمعين المشاهدين أن طب القصر العيني، مستشفيات القصر العيني، والقصر العيني به في حدود 4200 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، وأكثر من 2000 ممرضة، وأكثر من 1000 فني أشعة وتحاليل وما شابه ذلك. إذن أنت تتكلمي في عدد مهول جدا. لما العدد ده يكون فيه 200 ولا 300 يرتدين النقاب مثلا على سبيل المثال، ويجي النهاردة يدخلوا على مريض ويخطئوا في علاجه أو يصفوا له أدوية أو يعني يدلوا أدوية غير الموصوفة له، مما يترتب عليه خطورة على حالته الصحية أو إن هو يغلط في العلاج. يحددوا إزاي؟ عايز أفهم أنا، يحددوا إزاي؟ النهاردة أنا عندي 2 مليون مواطن بيترددوا على القصر العيني، مستشفيات القصر العيني المجانية سنويا. النهاردة كيف يتسنى للجامعة أن تحافظ على حقوق المرضى وهي الآن المرضى وحتى الطبيب الذي يمر على الحالة، الأستاذ اللي بيمر على الحالة، لما تكون الممرضة منتقدة أو الطبيبة المقيمة اللي لسه في مقتبل حياتها منتقد هو ما يعرفهاش. لكن المأزق هنا يا دكتور، يعني اسمح لي انه يعني هناك من سيعتبر هذا القرار تضييقا على الحريات، لانه هيقولوا دي حريه شخصيه. هو حريات، هو وان الدستور بيكفل الحريه الشخصيه. هو يا فندم في حريات مطلقه؟ ما فيش حريات مطلقه. النهارده حتى حريتك في التنقل، لما بتنزلي تركبي عربيتك وتمشي في الشارع يقول لك امشي على اليمين، الشارع ده اتجاه واحد. ما فيش في الدنيا حريه مطلقه ابدا. في الدنيا ما فيش حريه مطلقه، حريه قابله للتنظيم. ولذلك حريه اللبس ليست حريه مطلقه، ان كل واحد يلبس اللي هو عايزه بما يضر الاخرين. البس اللي انت عايزاه بس ما تضرش حد. لذلك انا بقول لك انت لما بتلبس النقاب داخل مستشفيات الجامعه انت بيحصل فيه ضرر للمريض. ولذلك عندما يحدث هذا الضرر او امكانيه حدوث الضرر، يبقى هنا لازم يبقى فيه حدود للحرية. النهاردة الناس لما الحرية المطلقة لو واحد قاعد في صحراء لوحده. إنما النهاردة عايش في مجتمع يبقى المفروض الحرية تنظم. ولذلك النهاردة إحنا بنقول النهاردة إنه القرار لمصلحة العمل ولمصلحة المرضى. على أساس النهاردة ما يحصل زي ما بقول لك، أنا بجيب لك مثال. النهاردة ممكن واحد يدخل منتقد مستشفى القصر العيني وبيدخل مئات وعشرات وآلاف كل يوم، يدخل يستهدف واحد وهو منتقد ويستهدف واحد نايم لأن عليه طار، من الذي يتحمل المسؤولية بالشكل ده؟ طيب خليني أرجع بعد إذن حضرتك لدكتور أحمد مهران. دكتور أحمد، خلع الممرضات للنقاب يعني أصبح قرارا وأبواب المحاكم مفتوحة. طيب وأنه خليني لا توجد دي واحدة، هذا خلع الممرضات للنقاب هو حق للمريض، وأنه لا توجد حرية مطلقة، أن الحرية يعني يجب أن تنظم. نعم كلام مظبوط جدا، لا توجد حرية مطلقة. و
وان الحريه لابد ان يكون لها حدود، ولا يجوز ان تكون هذه الحريه تشكل اعتداء على حريه الاخرين. هذا كلام يعني صحيح من الناحيه الظاهره والشكليه، لكن اذا دخلنا في صلب الموضوع فعلا الارتداء الزي بشكل عام لا ينطبق عليه القاعده المطلقه، لا يجوز لاي شخص ان يرتدي اي شيء بشكل حر ومطلق، وانما لدينا ضوابط قانونيه وضوابط دستوريه بتحدد ما اذا كان هذا الزي مخالف للنظام العام، مخالف للقانون، مخالف للدستور ولا لا، حتى مخالف للاعراف، النقاب لا مخالف للعرف ولا مخالف للتقاليد ولا مخالف للقانون ولا مخالف للدستور ولا مخالف للسوابق ولا مخالف لاي حاجه النقاب. طيب دكتور جابر بيقول احنا مش هندخل في صفصطه قانونيه وانه يستند على حكم سابق. لا 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 لا، يعني دي مش صفصطه قانونيه، ده توضيح قانوني لحقيقه القرار وحقيقه ما يشوب هذا القرار من عيوب، انما محاوله يجر الموضوع من النقاش القانوني الى تحويله الى سفسطه، كل شخص يصف ما يشاء ويصف النقاش بالصوره التي يعني يراها من وجهه نظره. مع كامل احترامنا لشخص رئيس جامعه القاهره الدكتور جابر نصار، هذه ما اقوله لا يشكل سفسطه وانما اقرار بحقيقه انا ارى من وجهه نظري كقانوني انا، وهو قال ان احنا بينا المحاكم وده حق، وطبعا ده كلام صحيح سنطعن على هذا القرار. لكن يا دكتور احمد هناك سابقه نستند اليها في هذا الشان، السابقه خاصه بقرار رئيس الجامعه بمنع المنتقدات من اعضاء التدريس واللي قالته المحكمه. ما زال الباب مفتوح واحنا جهزنا الطعن وخلال ايام هنقدم طعن امام الاداره العليا، لكن لدينا احكام قضائيه برضو عشان يكون كلامه واضح، حكم صادر من محكمه القضاء الاداري بالغاء قرار منع الممرضات من ارتداء النقاب في العمل، هذا حكم برضو موجود نستند اليه، فلدينا حكم بده ولدينا حكم بها. يعني الاحكام ربما تختلف من وقت لاخر، ربما الاعتبارات الامنيه والاعتبارات السياسيه والاعتبارات القانونيه بيكون لها دور في تحديد المسار العام والاتجاه العام للدوله والاتجاه العام للجامعه ايضا. يعني خلينا نكون واضحين ان في مشكله، في مشكله واضحه جدا، في اعتداء، في تربص، في استقصاد، في تحامل على البنات المنتقبات، تربص واعتداء واستقصاد، كلام كبير قوي يا دكتور، وتحامل. أنا برضو يا دكتور جابر، الدكتور جابر بعد اذن حضرتك، هل انت يعني لديك تحامل وبتستقصد ويعني قاصد المتنقبات؟ اولا بعد اذنك هذا كلام، اولا هذا كلام دي واحده يا استاذ احمد، اولا هذا كلام لا يستاهل الرد، ومع احترامي ليكي انا ظللت على التليفون احتراما للبرنامج والقناه واحتراما ليك. انا بشكر الشخص حضرتك اللي بتكلميه، انا بشكر اللي بتكلميه، لا محامي الشخص اللي انت بتكلميه، لا محامي ولا دكتور، يعني الشخص اللي انت بتكلميه على الضفه الثانيه، لا محامي ولا دكتور. لا بس يا دكتور هو بيظهر في التلفزيون انه دكتور وانه هو محامي المتنقبات. هذا كلام غير صحيح، وهو مشطوب من نقابه المحامين، وهو ليس حاصل على الدكتوراه، وانا بقول لك على الهواء وانا رئيس جامعه القاهره واتحدى ان يكون هذا الكلام غير صحيح. انا خليتني طيب على الهواء احتراما لك واحتراما للبلد. المهم انا بشكر حضرتك يا دكتور جابر، وعنده ابواب المحاكم يروح المحكمه. طب هيروح ازاي دلوقتي هو مش محامي حسب كلام حضرتك؟ نعم خلينا ارد عليه، هو حسب كلام حضرتك هو مش محامي كده، هو مش هيروح المحكمه، هو ليس محاميا وليس دكتورا، هو ينتحل، هو ليس محاميا، هو موظف درجه ثالثه في مستشفى جراحات اليوم الواحد في وزاره الصحه. طيب هو موظف درجه ثالثه. انا سيبك تقول كل اللي انت عايزه ثم هرد عليك في الاخر. اليوم الواحد جراحات اليوم الواحد، ما هو النهارده لازم تعرفوا انتوا بتتكلموا مين. انا واقف على الخط اكراما ليك واكراما للجميع. رئيس الجامعه خلصت. طيب انا تاني بشكر حضرتك يا دكتور جابر. كل اللي عندك مستشفى جراحات اليوم الواحد. طيب يا رئيس الجامعه انت خلصت، وانا بخاف من انك تشخصن المسائل وتقول اي كلام. انت انت المستندات هو مكتوب في نقابه المحامين بتاريخ 22/9/2015. رئيس الجامعه وعنده والله العظيم انت ما فاهم 35 جزاء موقع عليه، 35 جزاء في جهه العمل بتاعته، بعض هذه الجزاءات هي وقائع تحرش، وانا بقول لك اهو وقائع تحرش. والله انت بتقول اي كلام. انا النهارده انا مش عارف انت ازاي موجود جامعه رئيس جامعه القاهره لحد دلوقتي. بسلم المداخله، انما يبقى بعد ذلك تقولي لي الاستاذ الدكتور، استاذ دكتور منين؟ لا انا ما قلتش استاذ دكتور، بس هو دكتور يعني. استاذ دكتور غصب عنك. وهو يعني جه قبل كده ضيف معانا وهو قدم بهذا التايتل او بهذه الوظيفه يعني.
طيب لو سمحت انا عايز اروح طيب. يعني هذه صحيفه صحيفه الجزاءات موجوده في وزاره الصحه في مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين. طيب طيب انا بشكر حضرتك يا دكتور جابر على مداخله حضرتك معانا، واتمنى انه يعني اننا نحصل على هذه المستندات علشان نقدر يعني نتبين الحقيقه بعد اذن حضرتك. لو سمحت انا عايز ارد عليه. دكتور جابر حضرتك سامعني؟ الو الو دكتور الايميل وانا هبعتها لك بكره الصبح. طيب طيب احنا انا هتواصل مع حضرتك يا دكتور جابر، بس يا ريت بس تخليك معانا دقيقه واحده اسمع يعني، وبالتاكيد هاخد من حضرتك المستندات لان ده موضوع ان صح فهو خطير، ولكن من حق ايضا ضيفي دكتور احمد مهران وهو محامي المتنقبات ان نعطي له الفرصه لكي يرد. حضرتك يا دكتور احمد، دكتور احمد حضرتك محامي ولا حاصل على الدكتوراه؟ ارد عليه ارد عليه قولي له هو يسكت. اتفضل. لا لا دقيقه واحده يا دكتور احمد، انا اللي يعني منظم الحوار. اتفضل حضرتك. اتفضل يا دكتور احمد. ما يقول الدكتور جابر يعني في بعض الكلام الصحيح هو اراد ان يشخصن المسائل. طب ايه الكلام الصحيح؟ هل حضرتك مشطوب من نقابه الاطباء؟ اسمعيني، الكلام ده فارغ. انا نقابه اطباء ايه؟ هو انا في نقابه الاطباء؟ اسمعيني لا اسمعيني. نقابه المحامين. اسمعيني حضرتك، انا مدير مركز القاهره للدراسات السياسيه والقانونيه، احد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقيه. هذه المنظمه الحقوقيه هي التي تبنت قضيه النقاب، وبصفتي رئيس لهذه المنظمه ومتحدث بها الرسمي قابلت المركز عندي قابل هذه القضيه، واعددت مذكره القضيه، وكلفت بعض المحامين من عندي من المركز ان هم يرفعوا القضيه، وده اللي حصل فعلا وده اللي شغال. اما فيما يتعلق بموضوع نقابه المحامين، انا محامي وكل ما هنالك انني تقدمت بطلب لنقل الجدول غير المشتغلين، لان جات لي وظيفه في قطاع اداري يشترط فيها الا اكون امارس مهنه المحاماه مع العمل الاداري. قالوا نقابه المحامين بيقول كده، لا يجوز الجمع بين مهنه حره وظيفة إدارية، فتقدمت الطلب للجامعة للنقابة عفوا لنقل من جدول المشتغلين لجدول غير المشتغلين بسبب الوظيفة، ولكن أمارس المحاماة من خلال المحامين اللي عندي في المكتب ومن خلال مركز القاهرة اللي أنا برأسه وأنا بدير وبكلف محامين من عندي، بكتب بإيدي الشغل وبكلف محامي ينزل يرفع القضية باسم المركز وباسمي وهو يوقع عليها. لكن كون إن هو يقول مش محامي، هو أنا مش محامي، هي النقابة شطبتني. أنت بتقول أي كلام، أنا تقدمت الطلب لنقل الجدول غير المشتغلين، إنما كل بقى أنت بتقول إن أنا تحرش وكلام معيب. هو التحرش بيدوا عليه جزاء يا أستاذ القانون، ولا دي قضية بتروح النيابة وده سلوك جنائي، جريمة جنائية. أنت بتقول أي كلام، وكان أي حد اداك ورق مضروب انت بتشخصن المسائل. انا مش عارف انت ازاي موجود رئيس جامعه القاهره لحد دلوقتي. طيب لا انا لا لا ده مش موضوعنا يا دكتور احمد بعد اذن حضرتك، يعني مش عاوزه اسمح بتجاوز. لو سمحتي اتفضل يا دكتور جابر. اتفضل. اولا بعد ان اقر انه ليس انه خلينا نقول انه ليس مقيدا في جداول المشتغلين، بكره انا هبعت لك الدعاوى التي رفعت امام محكمه القضاء الاداري في شهر ديسمبر 2015، وهو يقول وكيل المدعين فلان الفلاني المحامي، ده في الدعوه. اذا النهارده هو الدعاوى التي رفعت اثبت فيها انه في شهر ديسمبر 2015 انه محامي، وهو مرفوع قيده من نقابة المحامين من جدول المشتغلين في 22/9/2015. هذه واحدة. الأمر الآخر أن الجزاءات التي وقعت علي، منها جزاءات وقعت علي في كلية الحقوق عندما جاء لكي يسجل في الماجستير وارتكب مخالفات تجاه زميلاته، وتم فصله من كلية الحقوق جامعة القاهرة ومنع قيده في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية كلها، والقرار موجود ومستنداته موجودة في كلية الحقوق. أثناء عمالة أثناء عمالة دكتور أحمد، بس خليني أسمع دكتور جابر بعد إذن حضرتك وهرجع. دكتور أحمد بعد إذن حضرتك، خليني أسمع دكتور جابر بعد إذن حضرتك. دكتور احمد انا هرجع لحضرتك، بس اسمع دكتور جابر. اتفضل يا دكتور جابر. اثناء عماده الاستاذ الدكتور محمود كوبيش، يعني في اظن في سنه 2011،
وبكره لما تتواصلي معايا سوف. طب دكتور جابر يعني انا يعني حابه ان حضرتك تكون معانا على الهوا، حابه يعني عندي اسئله كثيره في هذا الشان وفي يعني شؤون اخرى وقرارات كثيره، وحضرتك يعني قيمه وقامه، واحب ان حضرتك تبقى معايا على الهوا نستفيد من حضرتك. إذن النهارده 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 انا طبعا انا استمريت معاكي، هو الامر انا استمريت معاكي انا يعني وانا بشكر حضرتك تاني على يعني الموضوع. اولا انا يعني 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 تعاطيت مع البرنامج وقبلت ان اتم المداخله، وانا بشكر حضرتك على سعه صدر حضرتك، يعني على الرغم الحقيقه من انه هو يتحدث مع استاذ قانون دستوري ومشرع دستوري المقرر العام للجنه الخمسين، وعندما اتخذت قراري اول مره قلت ان هذا القرار لا يخالف الدستور ولا يخالف القانون، هو من حقي ان يطعن في القرار، ومن ومن حقنا ان ندافع، من حق اي انسان النهارده التقاضي حق دستوري، انما النهارده عندما يعني اقول ايه، بس المشكله الاساسيه النهارده هو فوضى الالقاب وفوضى الكلام وفوضى التجرؤ. النهارده 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 يعني انا لما يعني اسفا قلت لك كل هذه المعلومات، لانه يعني ما كان يجب عندما يتحدث على الناحيه الاولى مع رئيس جامعه القاهره ان يكون حريص على الفاظه وكلماته، ولذلك النهارده هو انا يعني حفظت حق حضرتك ولم اسمح باي تجاوز. حضرتك قيمه وقامه كبيره، وهو في هذه اللحظه منذ 22/9 منذ 22/9/2015 ليس محاميا مشتغلا على الاهلي، وهو ايضا موظف في وزاره الصحه، وهو في موظف في وزاره الصحه، وسوف نخاطب وزاره الصحه هذه التعديات، اما يقول لك هو في حاجة اسمها واحد ليس محاميا يدير عمل في من قانون المحاماة، كيف ذلك؟ هو النهارده يا دكتور أحمد بعد إذن حضرتك يا دكتور أحمد بعد إذنك اتفضل يا دكتور جابر. الذي يتحدث معك ليس شخصا عاديا، هو رئيس جامعة القاهرة، وكل كلمة قلتها لك له ليس معه شهاده دكتوراه، هذه حقيقه. النهارده هو موظف في مستشفى البساتين جراحات اليوم الواحد، وهو ليس محاميا، ولذلك النهارده يعني النهارده ما هو صفته عندما يجي يتكلم؟ النهارده عندما ذهب الى المحكمه اول جلسه بصحبه الاستاذ منتصر الزيات لكي يدافعه عن المنتقدات، وتحدث امام المحكمه، ومحامي الجامعه قال للمحكمه انه ليس محاميا، واقر امام المحكمه الاستاذ متصل ذات انه ليس محاميا، واعتذر للمحكمه لاصطحابه امام المحكمه. هذه وقائع حدثت في المحكمه، ولو كانت المحكمه اخذته بالشده لاثبتت ذلك في محضر جلستها. انا كنت موجود في القاعه في الجلسه. يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك استنى نسمع دكتور جابر وهدي حضرتك حق الرد. طيب ماذا يحدث في مصر وكيف يحدث هذا الامر؟ عند هذا الامر انا زي ما بقول لك بانهي المداخله على هذا الامر، وبكره كلميني. طيب. وكل هذه المستندات هتكون بين يديكي، وهي مستندات صحيحه 100%. طيب ارجو من حضرتك انك تبعتها لنا، انا هكلم حضرتك بكره وهتواصل مع حضرتك. بس هبعتلك ازاي؟ بس انا يعني بدعو حضرتك ايضا انك تكون ضيفنا، ضيف كريم لدينا في مساء القاهره في احد الايام القادمه. ماشي يلا. خلاص اتفقنا؟ هنتواصل مع حضرتك دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنهي الحوار في هذا الموضوع على كده. دكتور أحمد مهران شكرا جزيلا.